تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي، الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. أشكر الرئيس ورجالة الرئيس كلها اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس ويعودها عليه بخير يا رب. السيد الرئيس اللي بعت لنا مواد غذائيه لحد الغيط في عز الجو دوت بالظباط، الناس المحترمه، الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وبيجولنا كتير وجولنا في رمضان وجولنا دلوقتي، ودي الحفيدي شنطه. كل سنه وانتم طيبين واحنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكايه مستمره من سنين. كنت قاعده انا واولادي وفجاه لقينا الصديقات داخلين علينا بشنط لاولادنا للمدارس، ما كناش لسه جبنا لهم واحنا بنشكره. وشرطه قويه في ظهرنا يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عاديه وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. في كل دين بطل تملي شايل اسمها وكل دين. شكرا يا ريس على الشنطه بتاعت المدارس، شنطه طيبه. بلدي دي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل دين بطل تملي شايل اسمها وكل دين. الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة، ونشكر الرئيس. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عادية وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الرئيس وبيدينا كل حاجة، والشنط اهيت مع أولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب، جاب لنا عيالنا شنط المدرسة، وإحنا بصراحة كل سنة في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا، وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الأعياد ما بنسيبناش خالص، في الأعياد ومناسبات ودي لعيالي حاجة المدرسة وأشكره. دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا، في أي وقت وأي مناسبة بيجي برضه يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا رئيس. وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. شكرا يا ريس، كل سنة وانت طيب، دايما فاكرنا بالخير يا ريس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دين. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن. في حاجة بسيطة كده يا سيادة الريس ليك. الله يجعلك ميمون عليكم يا رب. أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم، تعظيماً للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. هدية السيد الرئيس من المدارس. ربنا يديك الصحة يا رب. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هنديلك عادية وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل دين بطل تملي شايل اسمها. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وأنت طيب، مش محتاج أي حاجة؟ الله يخليك. وبلدي دي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل دين
شايف اسمها. كل سنة وانتم طيبين. طيب ربنا يخلينا نسيب. الله يخليك. بطلتنا اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كان زمان وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل ليل بطلتنا اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كان زمان وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة على دخلة رمضان على دخلة العيد على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة وكنت محتاجة كراريس وكنت محتاجة أقلام وكنت محتاجة لهم حاجات كتير والحمد لله إن المبادرة وفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل ليل بطل تمن اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان. نشكر سيادة الرئيس وبنشكركم انتوا جايين من اخر الدنيا لينا واحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميله دي وربنا يخليك لينا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها.